بكل مرح وعفوية تؤدي فرقة الدبكة الفلسطينية أداءها على أنغام دبكة شعبية، لا غرابة في الدبكة سوى أن هؤلاء الطلاب من المكفوفين أو ما تبقى لديهم من جزء قليل جدا من البصر، لكنهم ومع ذلك يصرون ويؤدون العروض بصورة جميلة. الدبكة اللي أنت شفتها هذه نتاج 8 سنوات، يعني مش يوم يومين وشهر وشهرين، يعني إذا بتيجي على المبصرين بشهرين زمان بتطلع أحلى فرقة، لكن إحنا نتاج 8 سنوات، شوف لسه حركاتهم مش 100%. ففي 3 من الشهر المقبل يحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. هنا بدأت النشاطات مبكرة نوعا ما، رفضا لفكرة يوم واحد لتلك الفئة لكونها تستحق بشكل دائم أن يركز عليها. يكون هو كل يوم إلهم، مش بس يوم 3/12، الحياة إلهم زي ما هي إنا، وإحنا لازم نكون عنصر مساعد، بس مش في 3/12 نتذكرهم ونجيب نعمل مهرجانات واحتفالات ونجيب ألعاب ونجيب أشياء ترفع معنويتهم. رفع المعنوي رح لازم يكون مستمر طول أيام العام، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة كبلدية البيرة ووزارة التربية والتعليم ونادي شباب البيرة أقيمت فعاليات مختلفة ككرة القدم وكرة الطاولة وألعاب التليماتش، وسط مطالبات بالنظر إلى دمج أصحاب الاحتياجات الخاصة وسن قوانين وتشريعات خاصة بهم. يعني واقع الأشخاص ذوي الإعاقة واقع مرير في فلسطين، الإحصائيات اللي بتحكي عن 87% من الأشخاص ذوي الإعاقة هم عاطلين عن العمل، 57% أو 53% الأشخاص ذوي الإعاقة هم أميين، في نسبة عالية من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يلتحقوا بالمدارس، ما أخذوش فرصتهم في التعليم، ما أخذوش فرصتهم في الرياضة. واعتمدت الأمم المتحدة قبل 27 عاماً اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لزيادة فهم قضاياهم ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية. يستبق الفلسطينيون اليوم العالمي لذوي الإعاقة بتنظيم فعاليات وأنشطة لتلك الفئة التي تشهد حقوقها تقدما بطيئا في المجتمع الفلسطيني، خطوات صغيرة وأحلام كبيرة في انتظار مزيد من الاهتمام. ضياء حشية، الغد، مدينة البيرة.